يسعد صباحك يا رشا. كيفك؟ الحمد لله. انت كيفك؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله بكل صباحاتنا اليوم هيك بدايه اسبوع جديده وبدايه نهار جديد. تمنياتنا لكم مشاهدينا بهذا النهار يحمل لكم كل الخير الصحه والسلامه وراحه البال. يمكن راحه البال هي اهم شيء بحياتنا. وقت الانسان بيكون باله مرتاح بيقدر انه ينجح بحياته، بيقدر انه يكفي حياته بالشكل الصحيح. مشوارنا الصباحي بلش معكم، واكيد اليوم ضيوفنا من مجالات مختلفه. حنروح لنحكي اليوم عن موضوع بهم كثير من الاشخاص وهو موضوع التلعثم، ايضا المساحه القانونيه حيكون لها حصه ضمن صباحنا لليوم. وايضا مثل ما تعودنا كل نهار سبت حنروح لنعرف اكثر عن درجات الحراره كيف حيكون كمل طقسنا بهذا الاسبوع، وايضا حب الشباب والمشاكل الجلديه رح نضوي عليها ضمن فقره خاصه. وايضا محافظتنا السوريه اكيد حنعرف اخبارها ضمن التقارير من المحافظات السوريه. اكيد يا رشا صباحك رضا وراحه بال دائما. اكيد صباح على كل مشاهدي الاخباريه السوريه من وين ما كنتوا عم تتابعونا من داخل او خارج سوريا، صباح الخير لكم مع بدايه هذا النهار الجديد والاسبوع الجديد. بتمنى دائما امنياتنا هي وحده تحملكم كل الخير والصحه والرزق واكيد راحه البال اللي هي اهم شيء بالحياه. واكيد مشاهدينا مثل العاده ساعه ونص من الوقت بالعديد من الفقرات المتنوعه ان كانت طبيه او اجتماعيه واكيد تقارير بمحافظتنا السوريه. مثل العاده خلونا نترافق معكم بفاصل صغير ونرجع. 27 تموز وذكريات كثير دخلت ذاكرة التاريخ، خلونا نتعرف عليها ضمن حكاية يوم. اليوم 27 تموز، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بعام 1694 تأسيس بنك إنجلترا، وبعام 1982 رئيس الوزراء الهندية أندرا غاندي تبدأ أول زيارة للولايات المتحدة الأمريكية يقوم بها رئيس وزراء هندي منذ 11 عاماً. وبمثل اليوم من عام 2012 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن. وبعام 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1881 هانس فيشر، عالم كيمياء عضوية ألماني حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء بعام 1930. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1980 رشدي أباظة، ممثل مصري. وبعام 2009 يوسف شاهين، مخرج سينمائي مصري. وبعام 2008 أيضا محمود جبر، ممثل سوري. وأكيد من روزنامة التاريخ خلونا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم، وتعودنا دايما يكون في مجموعة من المعلومات الموجودة ضمن صباحنا ممكن منعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها سوا. خلونا نتابع ونرجع. نسمع كثير عن عجائب الدنيا السبع، لكن هل تعلم بأن جسمك يحوي الكثير من هذه العجائب؟ فهل تعلم بأن العيون الزرقاء هي الأكثر حساسية للضوء، أما العيون السوداء فإنها الأقل تأثراً بالضوء؟ وهل تعلم بأن الحمى لا تعتبر مرض، لكنها علامة على وجود صراع داخل الجسم مع التهاب ناتج عن جرثومة؟ وهل تعلم بأن الأذن اليسرى أقوى في السمع من الأذن اليمنى بصفة عامة؟ وهل تعلم بأنك عندما تتكلم تستخدم ما بين 70 إلى 80 عضلة مختلفة؟ وهل تعلم بأنه عندما ينام المرء يزداد طول قامته بمعدل سنتيمتر واحد تقريباً؟ أخيراً هل تعلم بأنك عندما تعطس تتوقف جميع الأجهزة في الجسم عن العمل بما في ذلك القلب؟
وبأول تقاريرنا لليوم حنروح للحسكة وتحديدا لجمعية صفصاف الخابور، وبالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب أقامت حفل تأبين للشاعر الراحل ظاهر مطر العبيد الذي وافته المنية في 3 من الشهر الحالي إثر مرض عضال. للشاعر الراحل ديوان شعري مطبوع بعنوان همس السنابل وآخر قيد الطبع بعنوان غربة، إضافة لعدد من المخطوطات الشعرية لمس فيها هموم الناس والوطن، وكرم وحصد الكثير من الجوائز على المستوى الوطني والعربي. حتكون بباقي التفاصيل بالتقرير التالي. ميد صفصاف الخابوري بالتعاون مع مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب أقامت حفلة تأبين للشاعر الراحل ظاهر مطر العبيد الذي وافته المنية في 3 من الشهر الحالي إثر مرض عضال. الشاعر ظاهر أعطى ديوانا شعريا وله مخطوطات شعرية تنتظر أن تمتد إليها يد الوفاء لتظهر وتنتشر بين الناس، هي مرة أخرى رسالة حب وتعبير وترسيخ لقيمة نتمنى أن تتحقق في حياتنا، لتظل الحياة الاجتماعية والثقافية غنية بقيم المحبة والتلاحم والوفاء بين الأجيال. الراحل طبعا شاعر برز من فترة قريبة في المنابر إلا أنه له صولات وجولات عبر الدوريات العربية والمحلية في الشعر الفصيح والشعر الشعبي والشعر النبطي، واستطاع خلال الفترة الماضية أن يكون فارسا للمنابر في الحسكة والقامشلي ويطرز اسمه بحرف من ذهب ويكون علامة فارقة في الشعر على مستوى محافظة الحسكة. لذويه نقول الصبر والسلوان وله الرحمة والغفران. الحضور أكدوا أن التأبين هو وقفة وفاء لأصدقاء الشاعر الراحل المبدع الذي كتب في العديد من أنواع الشعر الفصيح والنبطي والشعبي، ونشرت إبداعاته العديد من الدور السورية والعربية، وكان فارسا لمنابر الشعر وعلامة فارقة في الحركة الأدبية في المحافظة. تخسر الحركة الثقافية في محافظة الحسكة اليوم فارسا من فرسانها، فبالأمس الشاعر الراحل خالد نشمي إخليف، واليوم الشاعر الراحل ظاهر مطر العبيد. هذا الشاعر الذي أتقن الشعر ودخله وأبدع فيه وكتب الكثير من القصائد. أنا الرجل صوتا شعريا متدفقا، ذلك أنه كان يرتدي بردة الفراهيدي لكنه في الواقع ألبس هذه البردة طرازا جديدا، وهو أنه جعلها بردة عصرية يمكن أن يقتفيها الشعراء المحدثون. ظاهر كان صوتا شعريا فصيحا وعاميا، تلمس هموم الناس، تلمس هموم الوطن. للشاعر الراحل ديوان شعري مطبوع بعنوان همس السنابل وآخر قيد الطباع بعنوان غربة، إضافة لعديد من المخطوطات الشعرية لمس فيها هموم الناس والوطن، وكرم وحصد الكثير من الجوائز على مستوى الساحتين الوطنية والعربية. أحمد الحمدوش، الإخبارية السورية، الحسكة. صباح الخير عن جديد مشاهدينا. من أكثر الأمور الاجتماعية والتربوية اللي لازم على طول نحن نضوي عليها ونعرفها اضطراب الكلام أو التلعثم أو التأتأة اللي ممكن تصير عند أطفالنا بعمر معين، وتورجينا أنه هون في مشكلة بالكلام عند الطفل، ممكن ما يلفظ صح أو ممكن يطول بالكلام أو حتى يصير في تكرار بالكلام. هذا الشيء ممكن يكون بمرحلة عمرية معينة حالة طبيعية لأنه هون الطفل بيكون عم يستعد للكلام بحياته، ولكن لما تمتد القصة لوقت طويل هون بيكون في حالة مرضية، ولما يكون في حالة مرضية لابد أنه نوعي أكثر ونعرف أكثر شو هي طرق العلاج. أكيد هذه اليوم عم نحكي عن التلعثم أو بالمصطلح العام نحن بنقول أنه الطفل عم بيتأتئ. اليوم هاي الحالة ممكن تظهر عند الطفل بعمر 3 سنوات، ولكن الأخصائيين بيعطوا مجال للـ5 سنوات كرمال يروحوا للعلاج الطبيعي. بهاي الفترة ممكن الطفل يكون نتيجة دلال فات بهي الحالة، بعد الـ5 سنوات
الصدمات بصير المشكله بحاجه لتشخيص واكيد رحله علاج. لما بنحكي عن مشكله ممكن يكون سببها اكيد كمان رد نفسي او خلل عصبي. رح نروح مع ضيفتنا لليوم لنتعرف على الاسباب وطرق العلاج وايمتى المفروض التدخل النفسي والطبي بهي الحاله. وضيفتنا لليوم هي السيده فاطمه درويش، اختصاصيه علاج كلام ولغه. صباح الخير ست فاطمه، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي، صباح الخير. اهلا وسهلا فيكي. حاولنا هيك بالبدايه نعطي تعريف مبسط اليوم عن التلعثم اللي هو ممكن مشكله تكون موجوده عند اطفالنا باي عمر معين. خلينا بدايه نوضح للمشاهدين نحن شو بنقصد بالتلعثم كمفهوم عام. تأتأة كمفهوم عام هي عدم القدرة على إنتاج الكلام بشكل سلس. نحن وقت بدنا نحكي فنحن بننتج كلامنا بدون أي معيقات ولا بيكون في عنا مشاكل ولا عم نحط جهد زايد لحتى نحن نطلع كلامنا بشكل متسلسل مترافق مع بعضه. فالتأتأة هي بصير في معيقات بقلب الحديث عند الشخص المتأتئ. طيب اليوم عم نحكي عن موضوع التلعثم، بنشوفه نحن بالحالة العامة يعني بنقول فلان بتأتأ عنده تأتأة كتير قوية، هل اليوم أيضا هي الحالة بتخضع للأنواع أو هي نوع واحد؟ هو في للتأتأة في عدة مراحل. في عنا بالبداية أو إشي لازم نوضح نوعين للتأتأة. نحن كلياتنا بمرحلتنا كاملة أوقات كلياتنا بنتعرض لمرحلة لا طلاقة طبيعية بنسميها، خصوصي وقت الواحد يكون متوتر انفعالي بده يحكي سيرة لحدا، فهو بيصير عنده شوي من مظاهر التأتأة. هي التأتأة طبيعية ما عنا أي مشكلة فيها. أما في تأتأة اللي بتظهر عند الأشخاص فهي بتكون أقرب للتأتأة عدم طلاقة بنسميها التأتأة، اللي هي بيكون فيها مشاكل واضحة، بيكون الشخص عنده تكرارات، في حبسات، في توقفات، عم يكرر جزء من الكلمة أو مقطع من الكلمة. في مراحل عديدة للتأتأة. في المرحلة الأولى اللي هي المرحلة الحدودية، هي بيكون الطفل لسه مو واعي للمشكلة تبعه، بيكون عم يكرر كلمة أو مقطع من الكلمة أو جملة كاملة، يعني بدي 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 آكل، بدي آكل بدي آكل. فهون الطفل لساته بالمرحلة الحدودية يلي هي بنسميها مرحلة تطورية نمائية. الطفل بيكون مكتسب اللغة كلياتها بعمر 3 لـ5 سنين، هاي المرحلة بتكون، فهو أخذ كل مخزونه تبع اللغة، صار عنده تجمع هائل من المعلومات واللغة يلي موجودة عنده، فهو بصير بده ينتج كل شيء بسرعة ويحكيهم فبتظهر عنده التأتأة. أما مراحل التأتأة اللي بتجي بعد التأتأة الحدودية فعنا المرحلة الابتدائية يلي بيصير فيها على مستوى أكتر، بيصير في عنده إطالات، بيصير تكرار على مقطع بدل كلمة، هي الكلمة أسهل من أنه على مقطع، بيصير في عنده توقفات. في أشخاص بالمرحلة المتوسطة بيصير في عندهم إغلاق، يعني هن فجأة بيصيروا ما لهم قدرانين ينتجوا أي كلمة أو يبلشوا فيها، بيكونوا عم يحكوا بوقف. أما المرحلة بتكون مرحلة متقدمة جدا فهو بيكون الشخص تعود على التأتأة، بيصير عنده توقف بالحنجرة لا إرادي، هو بده يكمل حديث بس هو ما بيقدر، هو خلص وقفت حنجرته عن الحكي. وطبعا في شدات مختلفة للتأتأة، في شدة خفيفة متوسطة، من متوسطة للشديدة، من شديدة للجدة. تمام. طيب خلينا نحكي عن الأسباب اليوم، شو السبب يلي بيخلي الطفل بعمر معين عنده هي المشكلة، مشكلة بالكلام، مشكلة التلعثم؟ ممكن كنا قبل الهواء عم نقول إنه ممكن تكون سببها وراثي أو ممكن تكون نتيجة خلل عصبي أو أي موضوع. خبرينا أكثر اليوم عن الأسباب بالتفصيل، ليش الطفل ممكن يصير في عنده تلعثم؟ تمام. هلا بالنسبة للتأتأة فهي في كتير إلى أسباب، في أسباب محددة وفي أسباب غير محددة. مثل ما ذكرتي بالبداية ممكن تكون الأسباب وراثية، إذا كان في حدا بالعائلة عنده تأتأة فبتزيد نسبة أن الشخص أو الطفل يطلع عنده تأتأة بمرحلة من مراحل حياته. ممكن تكون لا طلاقة طبيعية مثل ما قلنا أو بالمرحلة التطورية نادمة الشفاء التلقاء، ممكن تكون ناتجة عن خلل عصبي. نتيجة النظريات يلي طلعت حديثة والدراسات عملوا تصوير رنين بين طفل طبيعي بيحكي بشكل سلس وما عنده أي مشاكل وبين طفل عنده تأتأة، فالنشاط الكهربائي للدماغ بيختلف بين هدول الطفلين، فلهيك بنقول فيه ممكن يكون سبب عصبي. في سبب بيكون خلل بالحركة العصبية. نحن حتى نقدر ننتج الكلام نحن عندنا 3 أجهزة. بالبداية في عندنا جهاز التنفس، نحن إذا ما قدرنا نتنفس صح ونعبي هواء ببطننا صح لحتى نحن نقدر نحكي فنحن حيكون في عنا مشكلة. الجهاز يلي بعد التنفس اللي هو جهاز التصويت اللي هي الحنجرة، حركة حبالنا الصوتية بشكل متسلسل ومتابع وراء بعضه. في عنا الجهاز الثالث يلي هو جهاز أعضاء النطق، فأي خلل بالأجهزة الثلاثة هدول تتبع المراحل تبعهم حتأدي لتأتأة، فممكن يكون سبب التأتأة هو خلل بالتناسق بين هاي الأجهزة، يعني بيطلع الأمر من الدماغ إنه أنت أول شيء افتح الأحبال الصوتية قبل ما أنه أنت تتنفس،
فهون ما حيطلع عنا تصويت اصلا. او ممكن يكون احنا قدرانين نحط اعضاءنا النطق بشكل صحيح وبشكل الطفل مثلا صوت البي بي شكله بيطلع معه بس ما بيطلع الهواء لانه جهاز التصويت حبال الصوتيه ما تحركت بشكل الصحيح. طب اليوم وقت اللي بتجيكم حاله لطفل خلينا نقول بعمر الخمس سنوات وعنده هاي الحالة، شو أول شيء بتتبعه معه بموضوع التشخيص لتعرفوا وين المشكلة بشكل أساسي؟ هلأ لتشخيص الدقدقة في عنا ثلاث مراحل. بالبداية نحن بنشوف البيئة المحيط فيها الطفل، أنه أول شيء كل المشاكل بتبلش من بيئته للطفل قبل ما يكون بنشوف شو السبب تبعه من البيئة، سبب عصبي لأنه لكل سبب في علاج محدد له. ثاني شيء نحن بنشوف شو مستوى الدقدقة اللي عنده ولأي مرحلة هو واصل. في عنده مظاهر الأساسية تبع الدقدقة التكرار، احتباسات، المسافة بين الكلمات، عم يعطي فراغات أكثر، عم يحط كلمات غير وظيفية لحتى هو يملي الوقت تبعه. إذا في عنده سلوكيات ثانوية، شو يعني كلمات غير وظيفية؟ يعني مثلا بيكون الشخص عم يحكي الحوار تبعه ماشي، بيصير بيقول لك شو بدك، شفتها، فهو هون عم يحط كلمات هي ما أنا موظفة بقلب الحديث. هي ما بيقول لك هلا لك هديك هديك الشغل، هو بس عم يعبي الحوار تبعه لحتى هو يتجنب الكلمه اللي بتطلع فيها التأتأة عنده. حتى اللي حواليه ما يحسوا انه هذا الشخص عم يتأتأ، وفي منهم بيصير لا بيعطي مجال، يعني بيوقف بيقول لك انا، فهو هون عطى فراغات، صار في مسافه، عطى توقفات لحتى هو يقدر ينتج الكلمه بعدين. في عنا بنحدد نحن شو الشدة تبعيته، شدة خفيفة، متوسطة، شديدة، شديدة جدا، شو السبب تبعه، وعلى بناء على هذا نحن بنحط الخطة العلاجية يلي بتناسب كل طفل. كل طفل حالة فردية لأنه وبيختلف العلاج تبعه. إذا كان في بالعائلة حالة تأتأة فهون كل الشغل أول شيء بيكون على البيئة المحيطة بالطفل. إذا كان الطفل عم يتعرض لتنمر من البيئة اللي حواليه فنحن أول شيء بنشتغل على بيئته للطفل قبل ما نشتغل على الطفل. في عنا عدة خطوات للعلاج. نحن أول شيء بنشوف دافعيته للطفل للعلاج، بدنا نعرفه شو هو عنده، شو المشكلة، بدنا نقول له إنه أنت في عندك المظاهر الأساسية، أنت عم تكرر صوت، إذا قلنا على مبدأ الصوت فأنت عم تكرر هذا لحتى تطلع الكلمة، بنوضحه في تكرار جملة، بنقول له عندك توقفات، عم تعبي الفراغ تبعك بتوقفات معينة، احتباس. بعدين نحن بنصير نرجي للطفل نقلل المخاوف يلي عنده، الاحباط يلي هو صاير عنده، بنعرفه انه في علاج، شو دوره هو كمتأتأ، شو دوري انا كمعالج بهي المرحله. تمام فاطمه، ذكرتي نقطه انه اليوم كل طفل بيعاني من هي المشكله ممكن يحتاج لجلسات علاج بتفرق عن غيره. طيب شو هي انماط العلاج او رحله العلاج الموجوده اليوم لحتى نعالج هي المشكله؟ شو مسمى هيدا العلاج؟ وقد ايه يمكن اليوم هو بده وقت لحتى ناخذ نتيجه ايجابيه؟ او كم جلسه ممكن يحتاج الطفل؟ هلا بالنسبه للعلاج، فهو اذا كان الطفل بالمرحله الحدوديه اللي حكيناها بالبدايه هو غير واعي لمشكلته، فانا بتجه للعلاج غير المباشر مع الطفل. يعني انا بخلي الطفل يعطيني حوار بقلب الجلسه العلاجيه، وبكون عم روح حالات التأتأة اللي عنده، عم اعطيه سلوكيات لحتى هو يقوى بهي المرحله بدون ما يتجنبها، ما يكون حاسس، يكون عم يشتغل على البيئه اللي حواليه. اما اذا كانت المرحله ابتدائيه فانا بصير بشتغل بعطيه تكنيكات وطرق لحتى هو يقدر بس يوصل لمرحله التأتأة. اول موقف تبع التأتأة فهو يعرف، ببلش له تنظيم تنفس، نعطي المرضى كثير جلسات لتنظيم التنفس بالبدايه، بنشتغل على العلاج السلوكي المعرفي، انه في منهم بيكون عندهم سلوكيات ثانويه مرافقه للتأتأة، رمشه العين، رشفه الشفاه، ممكن هز الرجل، بيرتب على ايده برجله وقت يتوتر وتظهر عنده حاله التأتأة. اما مده الجلسات العلاجيه فهي كمان بتختلف قديش هو واصل لمرحله التأتأة وقديش هو بده جلسات، لانه باي فتره زمنيه رجع تعرض لانفعال فهو بده يرجع من اول وجديد ياخذ جلسات علاجيه. تحسي بعض الاسباب اللي ذكرتيهم او التوصيفات، يعني اي حدا فينا وقت بيعصب ممكن تظهر عليه هدول القصص؟ يعني خلينا نقولها بالعامي يدمج بعض الكلمات. طبعا. يتوتر حتى بلغه الجسد عنده. وذكرنا من خلال حديثك انه اليوم ممكن يكون السبب هو كمان رد نفسي عند الطفل وعند الكبار ايضا، يعني خلينا نعرف شو يعني الرد النفسي وكيف بيكون تاثيره، وهل بيكون علاجه افضل بالوقت وبالرحله العلاج؟ هلا بالنسبه للحاله الانفعاليه عند الشخص فاكيد نحن كلياتنا معرضين لها، خصوصي وقت كنا نطلع نحكي موضوع التعبير نسمعه، فهون كانت بتظهر اكثر
إذا الشخص عنده ميول أو عنده لنقول مرحلة تأتأة بسيطة، فهي بتظهر بالمواقف هي الانفعالية اللي هو بيكون محط أنظار لكل الأشخاص اللي حواليه. مثل خجل أو خوف. إيه هلأ هي بتتراوح الخجل والخوف، هو بيظهر عند الطفل المتأتأ لأنه هو بيستحي من حاله يطلع يحكي قدام العالم، فلهيك نحن بنعتبره خجل، هو بيكون خجلان من حاله إنه أنا كيف بدي أطلع أحكي، أنا إذا حكيت إنه حيعرفوا إنه عندي تأتأة. أما بالنسبة للجلسات العلاجية وقت حد الرد النفسي، مثلا حدا توفى والده أو شخص قريب منه فهي ظهرت عنده تأتأة، هو كان عنده تأتأة بطلاقة طبيعية كلياتنا بنمر فيها، بس هي وصلت للذروة تبعها وقت هو تعرض لهذا الرد النفسي. فنحن هون بنشتغل أكثر أول شيء على الدعم النفسي قبل جلسات النطق، يعني بيكون مترافقين اثنين سوا، نشتغل دعم نفسي للمريض المتأتأ ونشتغل جلسات نطق حتى نحن نحسن طريقة النطق وطريقة التنفس الصح وعمل الأجهزة الثلاثة سوا الصح. تمام، خلينا نكون كمان واقعيين. اليوم يمكن بتلاقي الأطفال بأعمار صغيرة طول الوقت ما في طفل إلا معه يمكن تليفون أو على طول هو عم يتفرج على التلفزيون، عم يتابع على مواقع التواصل الاجتماعي، فبتلاقي يمكن الأهالي ممكن يكونوا مشغولين إنه خلاص ممكن نخلي الطفل نشغله وننسكته أكيد، بس يمكن هون في بيكون في مشكلة وفي خطأ إنه نحن عم نترك الطفل ساعات طويلة، بالتالي ما عم نتواصل معه، ما عم نعرف إذا في مشكلة. خبرينا أكثر على هاي النقطة. بالضبط، هاي النقطة كتير منيح أنك نوهتي عليها، لأنه عن جد الأطفال وقت يقضوا وقت كتير طويل على التابلت، فهنا بيقل تواصلهم مع المجتمع اللي هي مجتمعهم أصلاً الصغير اللي هي الأم والأب، يلي الطفل بالبداية ببلش الحكي معهم إنه أنا هيك عملت اليوم، أنا هيك صار معي اليوم، فهو وقت يكون قاعد على التابلت لفترة كتير طويلة فهو راح الحوار مع الأشخاص اللي حواليه، هو ما عاد عنده لا ربط وظيفي بين الجمل ولا عاد عطى حوار متسلسل، فهو خلص بيصير بيعطيكي جملة مفردة ممكن بعدين يتطور لتأتأة، هو بصير بيعيد الكلمة لحتى أمه تفهم عليه شو بده. اليوم بدها القصة مراقبة من الأهل، ومثل ما قلنا اليوم أحيانا الطفل مقلد، يعني ممكن يشوف شخصية كرتونية على اليوتيوب أو حدا من حتى شخصيات كبار، هلا عم نشوف في ميول من الأطفال للشخصيات الكبيرة يعني عم يقلدون يعني. طب اليوم خلينا نحكي عن التشاركية ما بين الاختصاص مثل حضرتك وما بين الأهل وما بين الطفل إذا كان بالمدرسة، اليوم قد إيه مهم التشاركية لحتى يصل الطفل لمرحلة الشفاء ويبتعد عن الموضوع موضوع التنمر؟ هو كتير بالبداية نحن بنشتغل مع الأهل، نحن على طول بننوه إنه طفلك عنده، أنت شفتي عنده مظاهر التأتأة جبتيه لعنا، فنحن بنشتغل بالبداية مع الأهل إنه أنت حاولي تخففي، شو الموقف الطفل عم يتعرض فيه للتأتأة؟ إيمت عم تظهر؟ الذروة تبعيتها للتأتأة إيمت أكثر مرحلة بيوصلها للطفل هو عم يتأتأ؟ فنحن بيكون شغلنا مقسم، إذا كان الطفل بالمدرسة أو بالروضة مثل ما حكيتي، فنحن بيكون في عنا شغل مع أنسة المدرسة. الطفل ممكن طفل بالبيت بيحكي حوار طبيعي ما عنده أي مشاكل ولا في تأتأة، وقت يروح المدرسة فهي عم تظهر التأتأة أكثر بالمدرسة، فنحن شو الموقف اللي عم يتعرض للطفل؟ فنحن بنكون عم نشتغل على الخطة العلاجية نحن ثلاثة سوا، بيكون في كتير دعم للأهل، بيكون في لهم مشاركة كتير كبيرة، بيكون في أكيد حصة للمدرسة اللي هي ثلاثة أرباع نهار الطفل وقت المرحلة المدرسية مع الأنستو مع الأطفال اللي حواليه، فالطفل وقت يكون عم يتعرض للتنمر فهي بتزيد عنده التأتأة، وياريت بنضل بمرحلة التأتأة لا بصير الطفل بده يتجنب أنه يحكي أصلا. تمام، طيب بالنسبة اليوم للأهالي يلي أهملوا هي المشكلة، وهي المشكلة ممكن كبرت مع الطفل ووصلت معه للمراهقة، وصلت للعشرين سنة لفوق العشرين، طيب هون نحن قديه ممكن الشاب ممكن يتعرض لمشاكل كتير كبيرة بحياته، تواصله مع الأشخاص اللي حواليه أو حتى إذا بده يدور على فرصة عمل يمكن ما عاد بيكون في عنده ثقة بحاله، طيب رحلة العلاج هون فينا نقول هي بتختلف عن رحلة العلاج إنه نحن لو عالجنا بوقت بكير كان ممكن نشفى من هاي الحالة؟ خبرينا في حال احنا تأخرنا بخطة العلاج ممكن يكون في أثر. بالنسبة للوقت بين العلاج بين الطفل الصغير أكيد عطول العلاج بالصغر أحسن بكتير من العلاج وقت يكون الطفل موصل لمرحلة متقدمة، لأنه مثل ما حكينا المرحلة المتقدمة يلي بيوصلها الشخص المراهق أو يلي عمره بالعشرين بالثلاثين فهو بيصير خلص عرفان أنه عنده تأتأة، هو أصلاً بيكون في منهم رافضين للعلاج، أنا متعايش مع التأتأة تبعي، بيصير بيتجنب الموقف، بيتجنب الكلمة اللي هو بده يحكيها، بيصير بيعمل سلوكيات ثانوية حتى يخفف من التأتأة، في من الأشخاص بيصيروا بيحكوا بسرعة حتى هن ما حدا يلاحظ حواليه أنه عم يتأتوا، إيه أنا ما بتأتأ أنا بحكي بسرعة بس أنا ما عندي تأتأة،
فالجلسات العلاجية بتاخذ وقت كتير أطول ونشتغل كتير على الدعم النفسي عنده للأشخاص الكبار بالعمر أكثر، وخصوصي بيجون عنا فترة المشاريع التخرج أكثر شيء، لأن هل عندي مشروع تخرج أنا ما قدران أطلع ناقش، ومثل ما حكيتي كتير بيختلف، بيكون جايب علامات كتير عالية فهو ما بيفوت بفرع، يعني مثلا علام ما بيقدر يفوت لأنه أنا ما عندي الطلاقة اللي أنت أحكي فيها، علاج كلام لغة أنا ما بقدر فوت لأنه إحنا في فحص لازم تكون أنت عم تحكي بشكل طبيعي تفوت، معلم صف ما بيقدر كمان يفوته، فبتلاقي راح على الشيء المكتبي أكتر اللي هو بيغطي أصلاً هو قديش مجتهد وقديش عنده إمكانية لي حتى يقدمه. طيب اليوم هون ما بين يعني ذكرتي حالي انه اليوم بيكون الشخص طليق واليوم خريج جامعة بيكون احيانا، ولكن بوقت مثلا مناقشة مشروع او بده يعطي طلاب يبلش عنده التلعثم، هل هي المشكلة بتظهر فجأة يعني لها علاقة بشخصيته يعني؟ هلا هي بتظهر مثل ما قلنا عن رد انفعالي او عن رد نفسي، ممكن يكون في خلل عصبي بس ما وصلنا. شوفي وقت يكون في خلل عصبي يكون عنا في رد نفسي، فالخلل العصبي لسه عم ثبت لأنه نحن ما إجا الربط النفسي اللي هو بيخليه يظهر للعامية بشكل أوسع، فهو تعرض لهذا الموقف ونحط فيه، خصوصي بنشوفه أنه أنا فجأة هلا طلعت بدي أحكي لا يعني بيرجف في رجفة في حركة بالإيدين، هاي السلوكيات اللي الكل بيعمل حتى هو يشتت الناس من حواليه أنه أنا ما عندي تأتأة اللي هي هزة الرجل، حتى العالم تنتبه على هزة رجله ما تنتبه على حركته وقيمته هو عم يتأتأ فيها، فكتير بيختلف وبتظهر عن جد بشكل انفعالي أكتر عند هدول الأشخاص. تمام، بالختام كنتي معنا فاطمة درويش اختصاصية علاج الكلام واللغة، نورتي صباحنا لليوم، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتيها. شكرا لك فاطمة وعلى حضورك اليوم، ودائما هيك بنتمنى المراقبة من الأهل وخاصة على التابات والموبايلات بفترة نمو الطفل. شكرا لحضرتك. شكرا. ونحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية مثل العادة، وكل نهار سبت نحن نروح لعند المتنبي الجوي حسان الجردي لنعرف كيف حيكمل طقسنا خلال هذا الأسبوع، وبلشنا هيك نشعر بانخفاض بسيط لدرجات الحرارة. يسعد صباحك أستاذ حسان. صباح الخير. يسعد صباحك. يا هلا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. يا ريتك توضح لنا كيف حيكون طقسنا. عم يقولوا أنه بهذا الشهر حيكون في ارتفاع كبير لدرجات الحرارة. هلا بداية صباح الخير من جديد إليك للإخباري السوري فريق العمل. هلا بشكل عام بالنسبة للأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة وفكرة عن الطقس خلال هيدا الأسبوع، الكتلة الهوائية الحارة اللي أثرت على المنطقة انحسرت وحل محلها كتل هوائية أكثر اعتدالاً وأقل حرارة، أدت إلى هطولات مطرية ليلة البارحة بالساحل السوري. كانت هطولات على شكل زخات عشوائية الحدوث خفيفة خلال ساعات بعض الظهر. فرصة الهطول بتظل مستمرة خلال هدول اليومين اللي نهار السبت والأحد بالساحل السوري بأجزاء من المنطقة الساحلية تحديداً المرتفعات الساحلية. وبشكل عام نحن لسنا تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي اللي عم يترافق بتيارات جنوبية غربية بطبقات الجو العليا. هلا الاجواء هيدا الاسبوع رح تكون ببدايه الاسبوع اجواء حاره نسبيا الى حاره، منتصف الاسبوع تتحول الاجواء الى اجواء حاره الى شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، وتعود الحرارات نهايه الاسبوع للانخفاض اعتبارا من يوم الاربعاء نهايه هيدا الاسبوع الاربعاء والخميس. هلا بشكل مفصل بالنسبه للاحوال الجويه لليوم، الحرارات اليوم رح تميل للارتفاع بمختلف المناطق، رح تكون الارتفاع بشكل تدريجي ومستمر، يستمر الارتفاع حتى يوم الثلاثاء يبلغ أعلى قيمة لإله نهار الثلاثاء تكون ذروة الارتفاع. بشكل عام اليوم الحرارات أعلى من المعدل بالمناطق الجنوبية والغربية والمرتفعات الجبلية، راح تكون أعلى من معدلات تقريبا 1-3 درجات مئوية، بينما بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية من 2-4 درجات مئوية. هلا بشكل عام تستمر درجات الحرارة بالارتفاع مثل ما ذكرت حتى تبلغ ذروة ارتفاع نهار الثلاثاء، وتكون الحرارات أعلى من المعدل نهار الثلاثاء من 3-6 درجات مئوية بمختلف المناطق والمدن السورية. والأجواء بشكل عام أجواء رح تكون نهار الثلاثاء حارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة، أجواء شديدة الحرارة وسليمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. الرياح عم تكون غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 50 كيلومتر بالساعة خلال ساعات بعض الظهر والمساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 28 درجة مئوية. الجدير بالذكر هو الارتفاع بقيم الرطوبة النسبية، ارتفاع قيم الرطوبة عم يكون له أثر سلبي خلال ساعات النهار
عم يجعل الحرارات أكثر مما هي في الواقع، عم نشعر بحرارات نتيجة الرطوبة العالية بالنهار عم تكون أكثر مما هي في الواقع، بينما خلال الليل مع وجود الرياح الغربية عم يكون لها دور إيجابي وعم تصبح الأجواء أكثر اعتدالا ولطافة خلال ساعات الليل. تعود درجات الحرارة للانخفاض اعتبارا من نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس. تحديدا الانخفاض راح يكون أكثر وضوحا بالمرتفعات الجبلية بالمناطق الجنوبية بالغربية، ولكن المناطق الشرقية الشمالية الشرقية الجزيرة البادية السورية والجنوب الشرقي راح يكون فيها انخفاض طفيف. تبقى درجات الحرارة بالمناطق الشرقية والشمالية الشرقية والجزيرة والبادية أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية وأجواء سليمية مغبرة وشديدة الحرارة بهذه المناطق، بينما المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية والغربية راح تكون الأجواء فيها حارة نسبيا وحرارات أعلى منها المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية. هلأ بشكل عام الأجواء هيدا الأسبوع تغيرات طفيفة فقط على الحالة على درجات الحرارة تحديدا. عم تبدأ الأجواء بداية الأسبوع أجواء حارة نسبيا، منتصف الأسبوع نهار الاثنين والثلاثاء عم تتحول حارة إلى شديدة الحرارة، عم تعاود درجات الحرارة انخفاضة. نهار الأربعاء والخميس والانخفاض عم يكون أكثر وضوحا بالمناطق الجنوبية والغربية والمرتفعات الجبلية، بينما المناطق الشرقية الشمالية الشرقية الجزيرة البادية السورية عم تكون الأجواء فيها حارة إلى شديدة الحرارة بالمطلق، والأجواء السليمية المغبرة سيدة الموقف خلال هذا الأسبوع بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. أما درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 35-24، القنيطرة 29-19، القلمون المرتفعات الجبلية 29-18، درعا 35-23، السويداء 32-20، المنطقة الوسطى حمص 33-23، حماة 38-23، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 43-28، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس 32-23 ورطوبة عالية، بالشمال حلب وإدلب 38-20، دير الزور الرقة البوكمال المنطقة الشرقية 44-28، بالبادية السورية مدينة تدمر 41-25. بشكل عام دائما نحن بفصل الصيف وخلال الأجواء الحارة اللي نحن عم نعيشها من وجه خزمة من النصائح، أهمه عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروة، عدم إشعال النار وخاصة بالمناطق الحراجية والغابات وأبلاغ الجهات المختصة عند حدوث أي حريق، الانتباه لعدم ترك المواد القابلة للإشتعال بالأماكن المغلقة والمعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس. الناس اللي عندهم حساسية نتيجة الغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية والشمال الشرقي نتيجة الغبار والأتربة المثارة بفعل النشاط بفعل الرياح، الانتباه لهذا الموضوع. في ناس عندها حساسية عندها مشاكل بالجهاز التنفسي، والانتباه قدر الإمكان الأخوة السائقين لأنه الغبرة والأتربة المثارة بتؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وأكثر الفئات عمرية هي تأثرا بارتفاع درجات الحرارة هن كبار السن والأطفال. نتمنى السلامة للجميع. بشكل عام التغيرات طفيفة وبداية الأسبوع راح تكون تقريبا هي ونهاية هذا الأسبوع متشابهين من ناحية الأجواء، أجواء حارة نسبيا بداية الأسبوع راح تتحول ترجع إلى حارة نسبيا بنهاية الأسبوع، ارتفاع تدريجي ومستمر الذروة لإله راح تكون نهار الثلاثاء ويوم الاثنين والثلاثاء راح يكون هم الأكثر حرارة خلال هذا الأسبوع. أكيد بالسلامة للجميع. بدنا نشكرك كثير أستاذ حسن الجردي، دايما بتوافينا بكل المعلومات عن أحوال الطقس. أما نحن مشاهدينا مكملين معكم ووصلنا لفقرتنا الطبية، وكنا بنعرف أنه البشرة الصافية الخالية من الحبوب والتجاعيد هي حلم كل الشباب والصبايا، ولكن اليوم رح نحكي عن مشكلة شائعة بنسبة كثير كبيرة ولا سيما عند المراهقين حب الشباب. هي المشكلة اللي ممكن تكون نتيجة تغيرات هرمونية جسدية أو ممكن حتى نفسية أو ممكن كمان حتى النظام الغذائي يلعب دور. قدي مهم الموضوع اللي يرجع أكيد هادي، وقدي اليوم هاي الحالة بتعمل تأثير سلبي نفسي على الشخص، يعني وخاصة وقت اللي بيكون هو بعمر المراهقة وبتظهر هاي الحبوب بحاول يخفيها بأي طريقة أو بحاول أنه حتى هو ما يطلع من البيت كرمال الناس ما تتنمر عليه. اليوم رح نروح لنعرف شو أهم التقنيات المستخدمة لعلاج حبوب الشباب، أيضا رح نروح نتعرف على الأسباب الأنواع وخطة العلاج. وضيفتنا لليوم هي الدكتورة بتول وهيب، اختصاصية بشرة وتجميل غير جراحي. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم يا رب. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن موضوع كتير مهم ولا سيما حب الشباب. هي المشكلة ممكن نشوفها
يعني شائع بدرجه كثير كبيره عند فئه الشباب. خلينا بدايه نحن شو بنقصد بحب الشباب؟ هلا حب الشباب هلا ابدا تشريحيا اشرح عن حب الشباب. في عنا غده موجوده بالمسام اسمها الغده الزهميه، هي الغده بتفرز ماده، هي الماده اساسا شغله انه هي ترطب الجلد وترطب الشعر الموجوده بالمسام. لما هي الغده بتزيد افرازها وبنفس الوقت بيزيد مع الخلايا الميته بيطلع معها، وهذا الشيء بيؤدي لتراكم البكتيريا على سطح الجلد. هذا الشيء اللي بيشكل عنا حب الشباب مبدئيا، واذا تم التعامل معه بطريقه خاطئه هو اللي بيزيد. بس هي بتنتج عن كثير عوامل، ان كان من عوامل داخليه وعوامل خارجيه. وحب الشباب هو مرض وهو معروف باسم الأكني فولغاريس أو العبد الشائع، وهو الاسم أصلاً الصحيح له أكثر من فكرة حب الشباب، لأنه هو ما بيعتمد على عمر معين، ممكن يمتد لأعمار كمان تانية. بس احنا ممكن يعني لاحظوا اكثر شيء بعمر معين يعني نبلش، او ممكن هو الشائع مثل ما نعرف مجتمعيا انه بلش يراهق، بلش البلوغ عند الشاب او الصبيه، بلش هذا الحب يطلع. ولكن اليوم تعرفنا منك معلومه جديده انه هو ما له عمر محدد ليظهر على اجله. هو ما له عمر، بس هو ببلش بدايه يعني تحت سن البلوغ حالات نادرة جدا لنلاقي حدا عنده حب شباب. أكثر شيء ببلش من سن البلوغ، لأنه وقتها ببلش تتغير الهرمونات، بصير في خربطات ما بين الهرمونات الأندروجينية والهرمونات الإستروجينية، فهذا الشيء اللي بيخلي الموضوع يزيد بفترة البلوغ. تمام. طيب أنواع. تماما. ايه هلا انواع حب الشباب هي انواع كثيره. في انواع هي الحالات الخفيفه تعد، في من الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، وبنقلها نحن زيوان مفتوح وزيوان مغلق. وفي كمان الحبوب الناعمه تيجي مؤلمه، وبعدين من هاي الحاله متوسطه بنقول. بالحاله الشديده بيجي فيها الحبوب اللي بتكون ملتهبه اللي بتتعبى بالصديد، وهي حبوب بتكون كبيره ومؤلمه وممكن تتطور لكيسات او حتى خراجات. طبعا حسب نحن امتى بنلحق الحاله باي فيز وباي مرحله، ونحن بنقدر يعني ما نخليها تتطور او نلحقها من اول شيء. طبعا هذا الشيء بيوقينا من كثير اشياء ثانيه لبعدين. طيب انه اكثر اليوم نوع من اللي ذكرتيهم حضرتك دكتوره هو الاشد، خلينا نقول مو خطوره يعني اشد، يعني رحله علاج اطول يعني ويحتاج جهد اكثر؟ اكيد هو الحالات الشديده هي اللي بتحتاج علاج اكثر، لانه نحن لما بنبلش بالعلاج باول شيء لما بيكون في عندنا بس مجرد رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء بتكون العلاج اخف، ما بنضطر ناخذ شيء جهازي او مثلا ادويه فمويه. نفوت للمرحله المتوسطه بيكون العلاج لساتنا يعني ها بالهين شوي، بعدين لما نفوت بالحالات الشديده بصير العلاج هون صعب كثير، نضطر ناخذ مضادات حيويه فمويه، وممكن نضطر اوقات لحقن كورتيكوستيرويدات بمكان السيست او الكيسه المتشكله الناتجه او الخراج الناتج يعني عن تفاقم مشكله حب الشباب. تمام دكتوره بتول، خلينا نحكي عن الاسباب المؤديه اليوم لحب الشباب. ذكرنا بالمقدمه ممكن تكون اسباب هرمونيه جسديه او حتى نظام غذائي، خبرينا اكثر هل هيدا الشيء فعلا ممكن اليوم يسبب لنا حب الشباب، ام في يمكن اسباب ثانيه احنا ممكن نكون غافلين عنها وفعلا سبب لنا هي المشكله؟ اي صحيح صحيح، المشاكل الهرمونيه والنظام الغذائي هو من اهم المشاكل اللي ممكن تؤدي لحب الشباب. هلا المشاكل الهرمونيه بشكل اساسي، هلا احنا اذا بدنا نرجع للجذر ككل الهرمون هو الاساسي، بس ممكن شو الشيء اللي ممكن يؤدي للتغيرات الهرمونيه؟ ممكن اوقات على الحمل، متلازمه البي سي او او تكيسات المبايض، الدورة الشهرية، هذا كلياته. والشيء الأساسي والشائع وحسب الحالات اللي عم تجي لعندي على العيادة وعم شوفها غالبا عم تكون توتر وقلق. ليش نحن بنلاقيها أكثر شيء شيوعا عند الشباب؟ لأنه فترة الشباب، فترة الدراسة، فترة الامتحانات هي أكثر فترة بيشتد فيها حالات حب الشباب من كثر التوتر والقلق اللي بصير، وغير هيك بيقعدوا بيلعبوا فيها وهن عم يدرسوا، هذا بتكون حبة بتصير حبوب. فهذا الموضوع هو اللي أكثر شيء بيأثر. ممكن أوقات بعض الأدوية تؤدي كمان لخربطات هرمونية، هذا الشيء كمان بيخلي الحبوب تزيد. بس أكثر شيء نحن عم نشوفه هي القلق والتوتر اللي ناتج عن ضغوطات الحياة أو الدراسة عند المراهقين، وبالإضافة للتغيرات الهرمونية اللي بتصير بشكل طبيعي. صحيح دكتورة، دائما الحالة النفسية بتلعب دور جدا مهم بالبشر. بشوف اليوم أشخاص يعني بتقليلة اليوم بشرتك تعبانة، طالع لك حبوب، يعني بتكون عم يعني بيبين دغري مثل الشيء الداخلي بيظهر على الوجه بهدول القصص. صحيح. إذا بدنا نروح للعلاجات التقليدية يعني بعيد يعني بجوز أحيانا منها بيكون شائعة وخاطئة بنفس الوقت.
هلا صراحة في كتير علاجات تقليدية شائعة. هلا أول شيء هذا أكثر شيء شائع وبشوفه بكتير العالم عم تكون عم يعني عم تساوي هذا الشيء بطريقة كتير غلط، هو إنه أول ما تطلع لحبة تلعب فيها. في ناس عندها إياها فوبيا. هذا الشيء والله عم تترك آثار، يعني عم تكون يعني يمحل علاج الحبة على علاج الأثر بعدين، عم تترك آثار وحفر بالوش، عم أوقات ما عم تروح ولا بأي طريقة، عم تكون الأثر كتير بشع، فهذا أكثر شيء خاطئ. غير الخلطات المنزلية اللي عم تنعمل، خل التفاح وزيت الزيتون والنشا وماء الورد والبيض ولا السكرابات والسكر اللي بيمسكوه هيك بيتعكوا وشهم فيها، هذا دمار، هذا البشرة يعني إذا فيها حب شباب ملتهب. طيب نسمع اليوم كثير عن تقنية تقشير البشرة، خبرينا أكثر عنها، عن إيجابياتها وسلبياتها، بأي عمر ممكن نحن نستعملها أو أي إجراءات ممكن تكون قبل هيدا التقشير. هلا تقنيات التقشير كثير كثيرة. هلا أنا صراحة ما بفضل نستخدم أي نوع من التقشير إن كانت كيميائي أو في حالة وجود حب شباب. أنا بفضل ينعمل التقشير لما بيكون في ندب أو آثار، يعني إذا لما بيكون عندنا حب شباب إذا بدنا نعالجه نحن بنعالجه بطريقة واحدة، هي إنه نحن نمشي على بروتوكولات علاجية معينة كروتين أو كأدوية. لما نحن نتخلص من حب الشباب ويضل عندنا آثار بسيطة، يعني ممكن يترك تصبغ، نحن بنقول له تصبغ ما بعد الالتهاب أو احمرار ما بعد الالتهاب، وقتها نحن بنضطر نعمل تقشير لطيف أو تقشير عميق. طبعا التقشير له كتير أنواع، مثل ما قلت لكم في لطيف وفي عميق. التقشير اللطيف نحن من أوقات بنستخدمه بكريمات موضعية، بسيرومات مثل الساسلك أسيد، جلايكوليك أسيد، هدول بيعملوا تقشير لطيف للبشرة، بدهم وقت أطول بالالتزام بيخف العلامة وبيروح. أما لما بيكون في علامة عميق نحن بنضطر نعمل تقشير عميق، ممكن في تقشير كيميائي، هذا الشيء بيجدد البشرة، بيرد على تحفيز الكولاجين من أول وجديد البشرة، يعني نحن مثل بنعطي إشارة للدماغ أنه أنا الجلد القديم اللي عندي انتزع، أعطيني جلد جديد. أو تقنية المايكرو نيدلينج أو اللي هي المعروفة بالدرمابن، كمان نحن بنعمل مثل هولز بقلب البشرة، هدول اللي هن ثقوب أو خروم نحن بنقلهم، نحن مثل بنعمل إصابة أو أذية بالبشرة. كمان نفس الوقت نحن الجلد مثل أنه بيقول للدماغ أنا صار عندي أذية، أنه بدي الجلد القديم يروح وعطيني جلد جديد. أو التقنية الثالثة الأكثر شيوعا هي الفراكشنال ليزر، بس الفراكشنال ليزر أنا ما كتير بفضلها لأصحاب البشرة السمراء، لأنه ممكن تكون آثاره الجانبية شوي سيئة. طيب بنسمع ايضا عن اشخاص بيروحوا لحقن البلازما بالوجه، يعني شائعه هي ايضا انه بتصفي الوجه وبتخفف من حب الشباب كونه انت عم تسحبي من دمك نفسه، يعني شو رايك دكتورة؟ هلا صحيح، هلا انا صراحه البلازما من اكثر العلاجات اللي بحبها. هي حلاوتها انه من نفس الجسم نحن بنسحب الدم وبنسفله وبنفصله، بناخذ نحن ما يسمى بالبي ار بي او البي ار اف حسب طريقه التسفيل. هلا هي كعلاج حب للشباب هي ما بنستخدمها كعلاج حب شباب، بس نحن ممكن نستخدمها أثناء تحرير الندبات أو تقطيع الألياف اللي بنستخدمه لعلاج آثار حب الشباب. تحرير الندبات هو بنعمل بالحالات الندبات العميقة كتير، لما الندبة بتتكون الليف اللي تحت الجلد بيسحب، يعني بصير في فراغ، فالليف بيسحب الجلد لتحت فبتشكل عنا هذا شكل الندبة اللي هيك. فنحن هي السبسشن أو تحرير الندبات، نحن مندخل كانيولات تحت الجلد ومنقطع الليف ومنحقن وقتها، ممكن بلازما، ممكن فيلر، ممكن أحماض نووية أو أمينية حسب الحالة وحسب شدة. فممكن نحن نستخدم بهي الحالة البلازما لعلاج الندبات عن طريق السبسشن أو تحرير الندبات. أما هي كعلاج إن كان للشعر أو للبشرة أو حتى كأعطاء نضارة أو كأنتي إيجينج هي حبيها. رائعة جدا. تمام. اليوم يمكن إحنا أكيد بنعرف أن التغييرات الهرمونية هي إلى دور كتير كبير اليوم بهي المشكلة، خبرينا أكثر كيف ممكن نعالج هي القصة. هلا صراحه وبشكل اساسي التغيرات الهرمونيه اللي بتصير نحن ما بنقدر يعني كيف بدي لك نكافحها، خلينا نقول غير بطريقه واحده، هي انه الدايت او النظام الغذائي. يعني نحن نبعد عن الاكل اللي عنده جلايسيميك اندكس مرتفع، اللي هو المؤشر السكر بالدم يكون عالي، يعني مثل الكربوهيدرات الكثيره، السكر، الخبز. نحن لما بنتبع حميه قليله بالكارب الهرمونات بتتضبط اكثر، هرمون الانسولين ما بقى بيرتفع كثير، وهرمون الانسولين بيوقف هرمون النمو اللي هو اساسا الهرمون الابتنائي الاساسي لكل خلايا الجسم ومنها الجلد اللي هو اصلا اكبر عضو بالجسم. فلما نحن نلتزم بالغذاء الصحي هرموناتنا شوي شوي رح تتضبط.
تمام. حتى اليوم مثل ما ذكرتي احيانا الصبيه بيكون عندها مشكله او خلل هرموني بتكيس المبايض، اليوم هو مؤشر ايضا على وجود خلل هرموني، بيروحوا لعلاج الوجه فيما بعد ليكتشفوا انه اليوم عندهم خلل تكيس يعني، فمفروض اليوم تشيك يعني قبل ما يروح للعلاج. واليوم حضرتك لك دور بهي القصه يعني، ممكن تطلبي تحاليل، بتطلبي صور لحتى تحللي او تشخصي القصه؟ ايه طبعا اكيد. هلا هلا لما انا بتجيني حاله بدي اسال انا اول شيء عن التاريخ المرضي، التاريخ السريري لهي الحاله، امتى بلشت الحاله، بدي اعرف. بس هو اغلب الاوقات لما بتكون الحاله ناتجه عن كيسات المبيض، الاكثر شيء الحبب بتجمع بهي القرنه اللي هي بتكون ظاهره بالنسبه لحضرتك. ايه طبعا منطقه الحنك، لما بتكون الحبب منطقه الحنك دغري ببين معي انه هو ناتج عن تغيرات هرمونيه ناتجه عن مقاومه الانسولين، يعني احد امراض مقاومه الانسولين اللي مثل تكيسات المبايض مثلا. فهي هون بدنا نضطر نحن نطلب تحاليل، وبدنا اول شيء بتجه له قبل ما نروح لاي دواء ان كان هرموني او دواء كمضاد التهاب هو الحميه الغذائيه. نحن اول شيء بنعمله انه بدنا نوطي مستويات الانسولين بالجسم قدر المستطاع. اول ما نوطي مستويات الانسولين بنروح للبروتوكول العلاجي وقتها المناسب لحاله الجلد. بس الدايت هو اساسي بحاله تكيسات المبيض او الحبوب الشباب الناتجه عن البي سي او او تكيسات المبايض. دايت لا دايت لا. طب اليوم قد ايه بتشوفي في حالات من الصبايا بيجوا لعندك على عياده بيقولوا لك انه انا مثلا حابه بشرتي تصير مثل فلانه عملت تقشير بشره، فلانه عملت ابره بروفايلو، اختارت تقنيه معينه، ممكن انت خلص تعملي لها هذا الاجراء التجميلي ام لا؟ تقترح علي شيء يناسب اليوم طبيعه بشرتها، طبيعه اذا هي بتتحسس او لا رح تاخذ استجابه او لا؟ خبرينا اكثر. لا هلا اكيد اذا انا ماني شايفه المريضه بحاجه هذا الاجراء اكيد ما رح اعمل اياه. هلا ممكن اوقات في صبايا صغار بيجوا بيطلبوا ابره البروفايلو، ابره البروفايلو ما بتناسب الا اشخاص بعمر محدد. في اجراءات لصبايا بسن المراهقه حتى لو بشرتهم ظريفه وما فيها خاليه من الحبوب ما فينا نعمل لهم اياها. وفي اجراءات ممكن لناس مثلا لسيدات تكون اكبر بالعمر نضطر نحن نعمل لهم اجراءات مثلا مثل ابره البروفايلو وغيره. طيب دكتورة، اليوم السوشيال ميديا هي بوابة للإعلان والدعاية يعني. اليوم نشوف منتجات كتير يعني على مواقع التواصل الاجتماعي لبشرة جميلة خالية من الحبوب وإلى آخره، يعني دعاية. اليوم الصبية بجوز تروح فورا يعني يصير عندها عامل جذب هذا الإعلان لاختيار هذا المنتج. اليوم نحن كيف قادرين نختار المنتج الصح ونحن بنعرف أنه ترطيب البشرة هو أهم شيء ويومي مفروض يكون عند الصبية؟ شو هو الأخطاء اللي ممكن نحن نروح عليها بالسوشيال ميديا؟ هلأ أهم شيء ما بيصير أي صبية تستخدم أي منتج غير مرخص من وزارة الصحة. المنتج المرخص من وزارة الصحة هو الوحيد المكفول والمضمون. فنحن ما منروح ولا منسمع أي شيء. وأنا يعني بتمنى من أي صبية أو أي سيدة بدها تستخدم أي منتج تسأل عليه الدكتور قبل إنه هذا المنتج مناسب، هذا المنتج مرخص، بناسبني ولا لا. لأنه في حالات آفات تجي يعني بتجيني على العيادة من وراء الاستخدام الخاطئ لمنتجات اصلا هي منتجات سيئة او رديئة. ف يعني هذا الموضوع يعني لازم حذر. طبعا لازم اي منتج ايا يكن استخدامه لازم يسأل عليه الطبيب يعني اللي بتابع عنده الصبية. اما بخصوص الترطيب، هلا انا اكثر مشكلة شائعة لاحظتها انه هو استخدام البانتينول كمرطب يومي. هذا الشيء اليوم انت يعني حكيتي شغلة عكس كل المفهوم الموجود عند الصبايا، دائما البانتينول هو اهم عنصر مرطب يعني بالنسبة للصبايا. البانتينول هو مرمم، هو فيتامين مهمته ترميم حاجز البشرة إذا كان حاجز البشرة متدمر. فنحن ممكن نستخدمه في حال وجود علاجات تانية، بس نحن ما بنلجأ له أبدا كمرطب، لأنه حسب الحالات اللي عم تجيني والدراسات اللي عملتها على المرضى عندي كانت عم يصير في حالات أنه من وراء استخدام البانتينول عم يطلع شعر بالوجه، وبالإضافة لحبوب صغيرة مؤلمة بالنتوءات. فهذا الموضوع كان كتير هاي. فأنا يعني بفضل انه نروح لمرطبات ثانيه. هلا انا عن رايي الشخصي بفضل السيراميد بعد استخدام مثلا سيروم الهيلارونيك اسيد على بشره رطبه بيكون كثير ممتاز كمرطب، وهيك بتكون البشره اصلا شبعت وعطت منظر بلامبي، يعني بيعطي منظر ممتلئ مليان، وبنفس الوقت نحن حافظنا على رطوبه البشره ان كان الداخليه وحميناها من العوامل الخارجيه، يعني اذا المي اللي بقلب البشره تتبخر وتطلع.
تمام دكتورة، كلنا نعرف هلأ بفصل الصيف قديش البشرة حساسة ممكن تتعرض لكثير من المشاكل اليوم الصحية والجلدية، خبرينا كيف ممكن نعتني أكثر بصحة بشرتنا خلال فصل الصيف، قديش ممكن ننتبه لموضوع الواقي الشمسي، المرطبات، شرب المي، خبرينا أكثر عن هاي التفاصيل. هلأ أهم شيء وأهم ما هو مثل ما ذكرتي هايدي أنه استخدام الواقي الشمسي. في كثير صبايا أوقات بيشتكوا بيقولوا لي أنه أنا عم بستخدم الواقي الشمسي بس رغم هيك عم صبر، رغم هيك أنا حاسة أنه الشمس عم تأثر علي. هذا الشيء بيكون نتيجة الاستخدام الخاطئ للواقي الشمسي. يعني هلأ أهم شيء أنه نحن عند استخدام الواقي الشمسي نحطه، نستنى ربع ساعة ونطلع بالشمس، ولازم يتبدل كل ساعتين خاصة بهي حرارة الشمس هلأ، واللي عندها مثلا اضطرارات يومية مضطرة تطلع مثلا بالشمس ما بين الساعة 2:00 إلى 4:00 الظهر، هون الشمس تكون أقوى ما يمكن. أيوة تمام بالزروة. فنحن بنحاول نكون نلتزم بالواقع الشمسي وتبديله كل ساعتين، والترطيب ضروري أكيد بس نستخدم المرطب صح مو البانتينو. الواقع الشمسي يعني عم تقولي بتبدل كل ساعتين، هل هو ممكن نحط تحت كريم الأساس؟ طبعا ممكن، إذا هلأ أنا ما بفضل أنه أصلا كريم الأساس ينحط، يعني إذا نحن حافظنا على جمال بشرتنا ونضارتها واعتنينا فيها نحن أصلا ما بنضطر بقى للفوند. اليوم في أنواع بتحس الواقع الشمسي بيكون فيها نسبة فوند، أنت مع هاي النسبة؟ أنا من وجهة نظري أفضل من استخدام الفوند، يمكن بتوفر يعني عناء على الصبيه. هلا هي تماما نوعين. هلا هي اكيد هلا الصبيه اللي بتحب الميك اب او بتستخدم الميك اب، هو اغلب الصبايا اللي بيكون عندهم حبوب ببشرتهم بيكون اوقات من استخدام الميك اب الخاطئ الطبقات اللي بتنحط، رغم هيك اوقات بتقلي انا عم بستخدم واقي شمسي بلون بس فوقه بحط فوند. هذا الشيء غلط، يعني انا بفضل يستخدم الواقي الشمسي يكون ناعم ولطيف على البشره مع كونسيلر خفيف اذا كثير الصبية حابة تطلع بمنظر انه هي بشرتها تعبانة اليوم هي كذا، كونسيلر فقط لا غير. اما الميك اب بشكل يومي كمان هو من اكثر الاشياء اللي ممكن تسبب الكومودونز بالبشرة وتسد المسام وتطلع لنا حبوب وزيوان وغيره. أكيد يعني معلومات طبية وصحية كتير مهمة. بدنا نشكرك كتير دكتورة بتول لوجودك معنا لليوم وأكيد بالسلامة للجميع. العفو حبيبي. شكرا دكتورة هيك لهالصباح الجميل، ودائما هيك بنسعى نحن لحصول على هي البشرة، شوية توصيات نحن قادرين نوصل للنتيجة المرضية. شكرا لك. أهلا وسهلا. مشاهدينا مكملين معكم ورح ننتقل للتقرير التالي، وبهدف تقييم الحالة التلقيحية للأطفال دون الخمس سنوات وتزويد المتسربين بشكل عام باللقاحات المطلوبة، شاركت مديرية صحة حمص في المرحلة الثانية من حملة اللقاح الوطنية الشاملة، وكاميرا الأخبارية السورية واكبت الحملة بالمنطقة الصحية بتلكلخ بالمركز الصحي، ورافقت أيضا إحدى الفرق الجوالي. أكيد تفاصيل أكثر بالتقرير التالي مع زميلتنا شيرين العلي. بهدف تقييم الحالة التلقيحية للأطفال دون الخمس سنوات وتزويد المتسربين بشكل عام باللقاحات المطلوبة، نفذت مديرية صحة حمص المرحلة الثانية من حملة اللقاح الوطنية الشاملة، وكاميرا الإخبارية السورية واكبت الحملة في المنطقة الصحية بتلكلخ في المركز الصحي، ورافقت أيضا إحدى الفرق الجوالة. الحملة الأولى انطلقت بشهر نيسان، والحملة الثانية هلا نحن بشهر تموز، والشهر العاشر بكون الحملة الثالثة. نحن عندنا فريقين جوالين عم يغطوا القرى، هلا نحن بقرية باروحة هون الفريق الجوال هلا عم بتابع الحالة التلقيحية، إنه الحملة هي اسمها متابعة الحالة التلقيحية لكل طفل. يعني بيجي بياخذوا بيجيبوا معهم البطاقات بيشوفوا الحاله التلقيحيه، الطفل اذا عنده نقص باي لقاح بيعطوا لقاحاته بيكملوا له اياها، بالاضافه بيعطوا فيتامين حسب الفئه العمريه. نحن هون بالمنطقه الصحيه بتلكلخ والوادي عندنا 16 مركز بيقدموا خدمه اللقاح مع فريقين جوالين، الفريقين الجوالين بيغطوا فوق 70 قريه، متوزعين فتره الحمله ليغطوا اكبر تجمع ممكن، اهتمينا نختار الاماكن اللي فيها نسب تغطيه منخفضه او اللي فيها اصابات حصفه سابقه، حتى لو كانت مشتبهة. عندي 60 عنصر ثابت و6 عناصر فرق جوالي. الأهالي بيّنوا أهمية اللقاحات الدورية لأطفالهم والتي ترعاها وزارة الصحة، والتي من شأنها حماية وتعزيز مناعة الأطفال ضد الأمراض. من العريضة جاي لقح البنات اللقاح الشلال، اللقاحات كتير مهمة ونحن بنتشكر وزارة الصحة على هاللقاحات المجانية، ودائما يعني بنضل نحن مداومين عليها ما بنقطع عن الاولاد لانه مهم كثير لصحتهم ولمناعتهم. من تلكلخ من هون جاي لقح الصغار،
اللقاح مجاني وبنصح الكل انه يجي يلقح اولاده، واللقاح كثير منيح له بيدعمهم. عم يطلع لنا الفريق الجوال لهون عنا عضاع لانه ما عندنا مستوصف، وبنتشكرهم كثير كثير لانه عم يطلعوا لهون لعنا عضيعه، وبنتمنى من كل الاهالي يعطوا هذا اللقاح لانه اللقاح كثير امن ومجاني. الحملة التي استمرت على مدى 5 أيام في حمص تمت في 12 منطقة صحية من خلال 169 مركزا صحيا و38 فريقا جوالا. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من قرية باروحة بريف تلكلخ. أما هلأ حنروح للمساحة القانونية ورح نحكي عن موضوع شائع ما بين الناس وهي جريمة التزوير. اليوم رح نضوي عليها وعلى استعمال المزور من الجرائم الجزئية تعتبر التي أفرد لها القانون العقوبات السوري فصل خاص ونص عليها في المواد 443 إلى 461. أكيد يا رشا، واختلف الوصف الجرمي والعقاب في هي الجريمة بحسب طبيعة الصك المزور وصفة الشخص القائم بالتزوير. شو هي جريمة التزوير وشو هي أركانها وعقوبة المزور بالقانون السوري؟ معلومات قانونية ونصائح رح خبرنا عنها ضيفنا لليوم المحامي حسان دغيب. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح سهلة. صباح الخير لكم ولجميع الساده المشاهدين. اهلا وسهلا استاذ حسان، نورت صباحنا. اهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن حاله شائعه بالمجتمع السوري رغم كل القوانين والتحذيرات والعقوبات، ولكن اليوم في اشخاص لهلا عم تكون ضحيه لهذا التزوير. بدايه خلينا نروح للتعريف، شو بنقصد اليوم بالتزوير؟ موضوع التزوير بشكل عام، احنا اليوم للاسف وحده من مفرزات الحرب على اي دوله تكثر المشاكل تكثر الازمات. وحده من المشاكل اللي بتكثر خليني نسميها خلاف الازمه هي موضوع التزوير. التزوير هو تغيير للحقيقه بشكل عام، بشكل مختصر هو تغيير او تحريف للحقيقه. عرف الماده او من قانون العقوبات الماده 443 مثل ما تفضلتي حضرتك بالبدايه، عرف التزوير انه هو كل فعل يحرف، فعل مفتعل يحرف الحقيقه في بيانات وارده في صك من الصكوك مراد اثباتها، ويؤدي الى ضرر مادي او معنوي او اجتماعي. بمعنى اخر هو تغيير لحقيقه صك من الصكوك أو مخطوطات أو مستند مكتوب بإحدى الوسائل مهما كانت الوسيلة، هذه الوسيلة تؤدي إلى ضرر للطرف الآخر طبعا. فالقانون هون حصر لي موضوع التزوير بصك أو بمخطوط أو بشيء مستند مكتوب، مثل عقد البيع. أنا اليوم لما بكتب عقد بيع أنا وشخص ما عقد بيع شقة سكنية لنفترض، اليوم أي عقار أي شقة سكنية في له رقم، مثلا العقار رقم 1000 على 1000 على 2، فأنا بجي بزور بعقد البيع الأساسي مثلا عوض ما أكتب 1000 على 1 بساويها 1000 على 2، فتغير الوصف، تغيرت الشقة السكنية موضوع العقد. فهذا الموضوع أو هذا الحكي اسمه تزوير. أحيانا في عنا تزوير وثائق رسمية مثل وكالة الكاتب بالعدل أحيانا، أو مثلا حكم المحكمة. فالموضوع التزوير اليوم أو اللي بدنا نحكي عنه هو التزوير المنصب على سند مكتوب أو وثيقة مكتوبة أو مخطوط أو محرر نحن عم نسميه. طيب خلينا نعرف أكثر من حضرتك شو هي أركان التزوير وشو هي الشروط. تماما. هلأ أركان التزوير أي جريمة اليوم في لها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي يتمثل بهو الفعل الذي يؤدي إلى تغيير الحقيقة على مستند أو على محرر أو على مخطوط، يؤدي إلى نتيجة ضارة بأحد الأشخاص. النتيجة الضارة إما أن تكون ضرر مادي أو معنوي أو ضرر اجتماعي. من البداية هو فعل يغير الحقيقة. طيب في عنا اليوم جرائم ممكن تبادر على أذهاننا، طبعا هو فعل إيجابي. شو يعني فعل إيجابي؟ يعني لابد من حركة لجرم التزوير حتى يعد اسمه جرم. طيب ممكن يتبادر على أذهاننا اليوم أنه في جرائم بدون فعل إيجابي بفعل سلبي، طبعا في عنا جرائم بفعل سلبي مثل الأم التي تمتنع عن إرضاع وليدها فيموت الولد، لك الأم أنا ما عملت شيء بس ما رضعته، عملي سلبي. طبعا هي جريمة يعاقب عليها القانون. أو الطبيب
الذي يمتنع عن مداواة المصاب بيقول لك أنا ما عملت شيء فعلي سلبي، هذا الفعل السلبي هو جريمة يعاقب عليها القانون. ففعل التزوير هو فعل إيجابي وليس فعل سلبي، لا بد من 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 فعل إيجابي. الموضوع الآخر هو يغير الحقيقة، إحنا إذا بتلاحظي عم نفصل التعريف تبع جرم التزوير، يغير الحقيقة، فأي فعل لا يغير الحقيقة لا يسمى تزوير. طبعا هذا تغيير الحقيقة لابد أن يكون على مستند مكتوب، على محرر، على مخطوط، على شيء وثيقة رسمية أو وثيقة عادية مكتوبة. طبعا من خلال هذا الحكي اللي احنا من يخرج عن نطاق هذا الجرم أي تغيير للقول أو للفعل. يعني مثلا أحد الأشخاص غير حقيقة قول أو فعل، نحن هم نروح على جرم آخر غير جرم التزوير، ممكن يكون جرم اليمين الكاذبة أو الشهادة الكاذبة. أيضا يخرج عن هذا النطاق موضوع تزوير الأموال أو الأختام أو الماركات. نحن اليوم كثير بنسمع زور عملة، زور مصاري، زور ختم، هذا يخرج عن نطاق التزوير. نحن العرف الجاري الحكي المحكي العوام يقول منقول انه غير او زور، نحن هذا الموضوع ما له تزوير، هذا اسمه تزييف بالقانون. طبعا ولا بد لهذه لموضوع تغيير الحقيقه الى فعل ضار مادي او معنوي او اجتماعي. طبعا العمل الضار او النتيجه الضاره الماديه ممكن احد الاشخاص يخسر نتيجه هذا التزوير، يخسر مال او نقود، او خساره معنويه ينسب اليه كلام هو ما قاله، فهذا الحكي على مستند مكتوب، فهذا الكلام يؤدي إلى خسارة معنوية. طب شو هي الخسارة الاجتماعية أو الضرر الاجتماعي؟ هو زعزعة الثقة، خاصة لما أنا بزور مستند رسمي يخرج عن مؤسسة، عن مؤسسة الدولة، مثل مثلا إخراج القيد العقاري لأي عقار لما أنا بزوره، فيؤدي إلى عدم الاستقرار أو الثقة، تتزعزع ثقة المجتمع بمؤسسة الدولة لما أنا بكون في عندي اليوم تحريف بأحد المستندات. طبعا يقع أو تقع النتيجة سواء كان في ضرر أو كان احتمالية الضرر، أو كان سواء كان الضرر يسير أو كبير. يعني مثلا اليوم نحن التزوير، فعل التزوير إذا زورنا بمستند ولكن كانت نتيجة الضارة تبعه يسيرة، هل لابد أن يعاقب عليه الشخص ولو كان الضرر يسيرا؟ طبعا هي بالنسبة للركن المادي. بالنسبة للركن المعنوي، جرم التزوير هو من الجرائم المقصودة دائما. في عنا كمان جرائم أحيانا بتكون غير مقصودة، حتى جريمة القتل كتير بنسمع بجريمة قتل خطأ أو جريمة قتل غير مقصودة. طب نسمع عن جرم تزوير غير مقصود، لابد لجرم التزوير أن يكون مقصود تماما. طبعا يتطلب توافر ركنين، الركن المادي هو القصد العام والقصد الخاص. القصد اللي هو النية الجرمية، يعني الشخص المزور أو الذي يقوم بجرم التزوير بده يكون عالم وإرادته تذهب إلى النتيجة والفعل أو إلى الفعل والنتيجة، أنا هلأ عم زور وبعرف شو نتيجة عملي. القصد الخاص اللي هو تحقيق الغاية من جرم التزوير. طبعا احنا أحيانا في عنا وثائق أحد الأشخاص ما بدي لك بزور موضوع، أحيانا مثلا صدرت وثيقة عن الدولة، لنفترض أنا اسمي حسان، لنفترض مثلا شهادة جامعية صدرت باسم حسن، بجي أنا بضيف الألف من حالي، هل هذا يعد تزوير؟ إذا رجعنا للتعريف لا يعد تزوير لأنه ما غير الحقيقة، الحقيقة أنا حسان ولست حسن، ولكن هذا جرم آخر غير التزوير. أنا الأحرى فيه ارجع على الجامعة، الجهة مصدرت الوثيقة لتصحيح الخطأ المادي الوارد بهذه الوثيقة. طيب أستاذ حسان، اليوم خلينا نروح للعقوبات وعقوبة المزور في القانون السوري، واليوم هي لأي محكمة تتبع؟ تماما، موضوع العقوبات اختلفت، احنا في عنا تزوير جنائي، في عنا تزوير جنحوي، حتى احنا في عنا موضوع الشخص الذي يقوم بالتزوير يختلف عقوبته عن مثلا اذا موظف عام يقوم بجرم التزوير تختلف عقوبته عن الشخص العادي. بس بالبداية خليني نوه لموضوع، شو يعني شخص عادي وشخص عام؟ مثلا الموظف العام، الموظف العام اللي هو مثلا مثل الكاتب بالعدل، أوكي. عمله كله منحصر تقريبا بإصدار او بتنظيم وكالات، فخطورة العمل تبعه أو خطورة قيامه بفعل التزوير أخطر من الشخص العادي. يعني اليوم إذا كاتب عدل لنفترض أو موظف عام بإحدى مؤسسات الدولة مثل الموظف بالطابو مثلا، خلينا نحكي زور إخراج قيد عقاري،
أو الكاتب العدل زور وكالة، هذا التزوير خطورته أكبر من تزوير الفعل الشخص العادي. طبعاً إحنا في عنا حالات يعفى فيها الشخص من العقوبة، إحنا بدنا نحكي اليوم عن التزوير واستعمار المزور، لأنه استعمار المزور يختلف كلياً عن موضوع التزوير عن الفعل الأول. في عنا اليوم الشخص يلي بيزور قام بفعل التزوير، ولكن قبل أن يستعمر المزور وقبل أن تقوم الملاحقة بحقه يعترف، هذا الاعتراف بفيده بمانع عقابي يعفى من العقوبة. إذا لحنا زورنا أو اليوم الشخص قام بتزوير ولكن قبل استعمار المزور وقبل الملاحقة القضائية اعترف هذا الشخص، يستفيد من مانع عقاب، فاعترافه فاده. عنا أحيانا موضوع شخص ما قام بعملية تزوير واستعمل المزور ولكن قبل الملاحقة القضائية أو قبل اكتشاف موضوع التزوير اعترف، فهذا يستفيد من ما بدي لك من مانع عقاب، وإنما تكون عقوبة مخففة. أسباب التخفيف نحن بهذا الموضوع. كمان تندرج العقوبات حسب جسامة التزوير، لأنه في مثل ما عم لك نحن في عنا عقوبات جنائية عقوبات جنحوية، فاختلف الموضوع حسب جسامة أو خطورة التزوير أو حسب الشخص الذي قام بفعل التزوير. فقد تكون عقوبة جنحوية 6 أشهر أو حتى 3 سنوات، وأحيانا قد تمتد العقوبة إلى 10 سنوات، فحسب موضوع التزوير والشخص وجسامة الجنايات. تماما، الجنايات قد تمتد ما بين 3 سنوات لحتى 15 عام. تمام. أستاذ حسان، خلال حديثك ذكرت بمصطلح التزييف وقلت أنه التزييف ممكن هو بيفرق عن التزوير. خبرنا أكثر عنهم كمفهوم وشو الفرق بيناتهم. تعريفهم، أنواعهم، أو حتى العقوبة كما ممكن تفرق. خبرنا أكثر. هلأ موضوع التزوير وموضوع التزييف كلمتين أو مترابطتين، أو نحن بشكل عام بنحسهم قراب كثير على بعضهم، وهن حتى بيحملوا أحيانا نفس المعنى يلي هو العبث بوثيقة أو بمستند. فالتزوير والتزييف هو العبث بمستند أو مخطوط أو صك، ولكن يختلف التزوير عن التزييف. مثل ما حكينا التزوير هو تحريف للحقيقة، تحريف مفتعل للحقيقة بمستند ما، سواء بالإضافة سواء بالإزالة. هلا إذا بتلاحظي اليوم أي مؤسسة دولة عم تاخدي من عندها أي وثيقة منها بتنتبهي بتديري بالك عليها، الحك فيها كولكتر مثلا، إضافة إزالة، هذا يؤدي إلى تزوير. بينما التزييف هو خلق مستند جديد يشبه المستند الحقيقي والادعاء بصحته. فمعناها ينتج عنا التزوير هو المستند ذاته اللي احنا عم نضيف له او عم نسبب له حك او ثقب تماما، فهذا يؤدي الى تزويره. بينما التزييف هو خلق مستند جديد غير الاصلي والادعاء بصحته. طبعا كمان في عنا شغله اللي هو بس حابب نوه على فكره المزور، من قام بفعل التزوير ومن قام بفعل استعمار المزور. المزور يلي هو بيقوم بفعل التزوير يلي هو بيغير الحقيقة. مثل أنا مثلا اليوم موظف بالطابو عم بستخرج قيد عقاري، فبزور برقم العقار مثلا، فأنا هون زورت. بينما استعمار المزور هو جرم قائم بحد ذاته يختلف عن الجرم الأول، وإن كانت العقوبة وإن كانت العقوبة تساوي فعل المزور. أنا اليوم موظف عام، استخرجت لك إخراج قيد عقاري لشقة سكنية مزور، أنا قمت بفعل التزوير وسلمتك يا حضرتك، تعلمي علم اليقين أنه هذا إخراج قيد مزور، رحت استعملتي قدمتي على محكمة عم تطلبي تثبيت بيع الشقة السكنية الوارد رقمها بالقيد العقاري المزور، فهذا اسمه استعمال مزور. فأنا جرم وأنت جرم، ولكن نفس العقوبة. تماما. فأحيانا بيكون الشخص الذي قام بالتزوير والذي استعمر المزور شخص واحد، ممكن أنا أقوم بهذا الفعل استخرج إخراج القيد العقاري وأدمره للمحكمة. أحيانا بيكون المزور غير مستعمل المزور، هيك عقوبتك بتكون 2. تماما، تكون عقوبة مشددة. صحيح. اسمها تزوير واستعمال مزور. طيب استاذ حسان، احنا بنعرف دائما انه القانون السوري يعني شرع ووضع كثير من القوانين لحماية المواطن. اليوم بنهاية فقرتنا بعض النصائح القانونية لحماية انفسنا، يعني كرمال ما نكون ضحية لموضوع التزوير. تماما، للأسف نحن مثل ما حكينا بالبداية التزوير هو من مفرزات الحرب، من مفرزات أي أزمة بتكتر المشاكل، من ضمنهم موضوع التزوير. إحنا لازم نضوي على مجموعة من التوجيهات مثل ما تفضلتي حضرتك يلي كتير من الناس تغفل عنها. أول وحدة، اليوم لابد من تنظيم ضبط بفقدان أي وثيقة أو مستند شخصي
أو ذات قيمة، مثلا هوية شخصية، البطاقة الشخصية أو دفتر خدمة العلم. أنا كثير ناس اليوم بتقول لك أنا هويتي ضايعة من أشهر وما بعرف وينها. طب هذا الحكي بشكل خطر عليك، ممكن أي شخص وجد الهوية يستخدمها بأي مجال آخر يضرك بتزوير. هاي واحد. اثنين، اليوم أي وثيقة أنا اللي بدي أمضي عليها ما بصير أترك أي فراغ ما بين الفقرات، ما بين مواد المادة واحد اثنين ثلاثة أربعة، ما بصير أترك أي مجال للإضافة بعد ما أنا وقع، ما بصير أترك أي مجال فراغ، لازم عبي الفراغ. إذا ما في كتابة مكتوبة سكر أنا هذا الفراغ حتى بعد الموضوع الإمضاء، سواء بالتوقيع ما يصير إضافات. نعم. الموضوع الثالث اللي هو بدي أحكي عنه شوي هو موضوع التزوير المعنوي. التزوير المعنوي حتى أنا ما أوقع بموضوع مشكلة التزوير المعنوي، أي عقد أنا اليوم بدي أمضي عليه لابد من قراءته وتفهمه، أعرف كل بنوده وكل كلمة واردة فيه، بعدين أنا بمضي على هذا العقد. أكيد. التزوير المعنوي هو بيكون بخلاف التزوير المادي، وإن كانت النتيجة أو العقوبة واحدة. التزوير المعنوي بيكون بتزوير غير وارد على مستند، على ذات المستند، وإنما بيغير حقيقة، بيغير ضابط هذا أو هذا المستند. مثلا أنا اليوم بالمحكمة لنفترض الكاتب عم يكتب مثلا قدم خصمي دفوع أنا أعارض وأنكر دفوعه، فكاتب المحكمة شو كتب؟ كتب أنا أصادق، غير لي المعنى، بينما هو المستند ما في أي إضافة أو إزالة أو أي حق، فإثباته صعب. فأنا لهيك عم نوه اليوم أي عقد أو أي مستند أنا بدي أمضي عليه لابد من تفهيمه وقراءته بتمعن. أكيد. يعني يطول الحديث عن هيدا الموضوع وأهميته، ولكن دي الوقت لازم نختم مع حضرتك. بنشكرك كثير أستاذ حسان، وأكيد بنتمنى يمكن يكون في وعي قانوني أكثر عند الناس كرمال ما يوقعوا نتيجة النصب والاحتيال وأكيد التزوير. أهلا، شكرا كثير لكم. شكرا أستاذ حسان لحضورك اليوم ولكل النصائح القانونية اللي قدمتها. يعني اليوم الموضوع أعطيته حقه، وقدرنا هيك نوصل إن شاء الله الصورة الواضحة لكل حدا ورافقنا. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. أما هيدي بدي أقول لك شكرا لك كمان. نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، إن شاء الله هيك كانت فقراتنا خفيفة عليكم وقدرنا نوصل لكم المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم اليومية. بقيت نهار حلو لكم، تقضوا مع كل حدا بتحبوه بحياتكم، ويحمل هذا النهار وبكرة وكل أيامنا الخير الصحة وجبران الخاطر. كونوا بألف خير. باي باي. أكيد مشاهدينا بنتمنى لكم بداية أسبوع حلو، تقضوا برفقة كل الناس اللي بتحبوها وبتعملوا شو ما بتحبوه، ولا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف جدد وفقرات جديدة. ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. باي باي.